صباح الخير. نبدأ هذه الجلسة وهي سيتدخل فيها كل من الأستاذ عبد الحميد هنية والأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش. وأظن أنه لا داعي لتقديمهما، فهما غنيان عن التعريف. سنبدأ أولا بالدكتور عبد الحميد هنية، وسيكلمنا في موضوع التجديد في الكتابة التاريخية عبر منهج أهلنة المعرفة. دكتور عبد الحميد هنية وأستاذ التاريخ بمعهد الدوحة للدراسات العليا ورئيس برنامج التاريخ به، وكان سابقا رئيسا لمختبر نشيط في الدراسات المغاربية في تونس قبل أن يلتحق بمعهد الدوحة للدراسات العليا. وفي إطار هذا المختبر نشر الأستاذ عبد الحميد هنية عددا كبيرا من الأبحاث التي يتعلق جانب منها بهذا الموضوع، بموضوع أهلنة المعرفة التاريخية. فليتفضل مشكورا في حدود 25 دقيقة. منطلق الموضوع هو سؤال: كيف نفهم مجتمعاتنا بدون أن نسقط عليها قوالب معرفية، صيغات خارج الواقع الذي تعرفه مجتمعاتنا، قوالب معرفية خارجية لا لأنها خارجية نضعها موضع استفهام وموضع سؤال، ولكن لأنها فقط قوالب خارجية تمنعنا من أن نفهم واقعنا. هذا المهم. إذن الهدف هو نحاول أن نفهم واقع هذا الواقع الذي أقصده واقع الخارجي قائم على الإثن المركزية الأوروبية أو الغربية أو وكما طرح في الأمس في محاضرة عبد الله حمودي، ويشير في أثناء المحاضرة إلى قولة ذكرها محسن البوعزيزي: لماذا ننظر إلى مجتمعاتنا بأعين الآخرين؟ إذن هذا مدخل لكي أقول لماذا ننهج أو نعتمد فكرة الأهلنة. في الحقيقة الأهلنة التي أنا أسميها أهلنة وقلما هي تسمى أهلنة عند الآخرين هي ليست جديدة. يجب أن أعترف أنها هناك من يقول أو ينعتها بكلمة أخرى كالداخلي، أو جيرتز يقول أيضا كيف يجب أن ننظر إلى أن نحلل الواقع بوجهة نظر الأهالي. إذن هناك تعبيرات عديدة قالوها الآخرين، ليس هو ابتكار مني، لكن أنا أراه مفيد جدا لتطوير المعرفة التاريخية. حتى لا أكون نظري، والمؤرخ عادة لا ينظر، أنا سنكون واقعيين. المؤرخ لا يخرج عن الزمان والمكان، وبالتالي سأكون منضبط كمؤرخ. سأختار حالة مشخصة، حالة ملموسة، وأحاول أن أبين من خلالها كيف كانت الدراسات وكيف يجب أن نغير وجهة النظر ونطبق هذا المنهج، منهج أهلنة المعرفة. أختار حالة مشخصة، ويختارها من حقلي البحثي طبيعي تاريخ البلاد التونسية، وبالضبط قرنين، قرن 17 و18 أختارهم عن قصد. تفهمون لماذا أخترت قرن 17 و18؟ أبدي ملاحظة حول هذين القرنين، ثم آتي للسؤال. الملاحظة هي التالية: أن قرنين 17 و18 من تاريخ البلاد التونسية، هذا معروف أنها فترة انتعاشة، حتى لا نبالغ هي فترة انتعاش نسبية. لماذا؟ إذا قرناها بالقرن 16 فهو قرن أزمة،
وإذا قرناها بالفترة هذه بالقرن 19 فهو قرن أزمة أيضا. إذن هذه الفترة كانت فترة انتعاشة، وحتى فيها حمودة باشا واعتبر حمودة باشا كأوج الدولة الحسينية. عندما نقول أوج يعني وصلنا إلى الأعلى وبعدها هناك انحدار. إذن هي انتعاش، هي انتعاشة حقيقة فعلا، انتعاشة نراها في مظاهر عديدة على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، وعلى المستوى الثقافي والديموغرافي. لو نظرت إلى المستوى الاقتصادي نرى أن هناك اقتصاد منتعش على مستوى الفلاحة وعلى مستوى الصناعة. الصناعة الشاشية مثلا من الصناعات التي أصبحت متطورة جدا وتوزع في بحر الأبيض المتوسط، وهي صناعة خاصة بالبلاد التونسية، وهنا عنصر من العناصر مكونة لهذا الاقتصاد المتطور نسبيا. على مستوى الفلاحة توسع الأراضي، توسع الأراضي المستغلة، منطقة الساحل مثلا، ونعرف منطقة الساحل هي في الحقيقة تتوسع وتتقلص حسب الفترات الزمنية، فتتوسع بغرس الزيتين بطبيعة الحال، فهذه المنطقة عرفت توسعا كبيرا. لو ننظر على مستوى المدن أيضا، المدن تكاثرت في هذه الفترة القرن 17 و18 في منطقة، أرجع إلى منطقة الساحل، في قبل هذه الفترة في الدولة الحفصية هناك 3 مدن أساسية: سوسة، منستير، المهدية. في الفترة هذه القرن 17 و18 هناك 60 مدينة وقرية، هذا كل يبين أن هناك ازدهار. أيضا نفس الشيء بالنسبة لشمال البلاد التونسية، توسع المدن وكثرتها. على المستوى السياسي دولة ظهرت، الدولة المجلية تدعمت وفرضت سيطرتها على دواخل البلاد وعلى المجتمع القبلي، على القبائل. تحيز المجال كان على حساب المجتمع القبلي، لصالح من؟ لصالح هذه المدن التي ازدهرت والتي قويت والتي كثر عددها. المدينة كانت وراء بناء هذه الدولة، والمدن كانت وراء بناء هذه الدولة المجلية. على المستوى الديموغرافي أيضا، في النظام الديموغرافي القديم في العادة أن كل جيل يعرف على الأقل وباء. في هذه الفترة في البلاد التونسية خلال القرن 18 لم تعرف خلال 3 أجيال ولا وباء واحد، فتكاثر عدد السكان بشكل كبير، وكثرت أيادي العمل في السنة، فكثر الإنتاج وكثر التصدير. إذن هناك فعلا انتعاشة اقتصادية واجتماعية، وأيضا انتعاشة ثقافية، انتعاشة ثقافية على مستوى التعليم وعلى مستوى الكتب إلى آخره. ولا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة حتى لا أضيع الوقت، والوقت ثمين مع الدكتور عبد الرحيم. إذن المهم، هذا هي الملاحظة. السؤال الآن، أضيف الملاحظة، هذه الانتعاشة وصفت بكونها حدثة. البلاد التونسية عرفت حداثة، لا أقول الحداثة، أقول حداثة. السؤال هو من كان وراء ذلك؟ من هو محمل هذه الحداثة ومحمل هذه التغييرات؟ هنا أنتقل إلى الكتابات التي كتبت حول القرن 17 و18. نجدها صنفين: كتابات أوروبية وكتابات محلية تونسية، يعني بعد الاستقلال أساسا. ماذا قال الأوروبيون؟ بدأت الكتابات الأوروبية منذ القرن أساسا منذ القرن 18، منذ أن بدأ الرحالة الأوروبيون يأتون إلى تونس ويكتبون ويوصفون ويعطون رأيهم. وطبعا هذه الكتابات الأوروبية، كتابات الرحالة، أثرت في الكتابات الأوروبية اللاحقة، الكل يستند إليها. إذن سنرى كيف، ما قول، ما هي الإجابة التي تعطيها الكتابات الأوروبية إلى هذا السؤال الذي طرحته: من كان محمل هذه الانتعاش؟ وأنظروا إلى الكتابات بعد التونسية وكيف أجابوا. هم لم يجيبوا، لكن ضمنيا الجواب نجده فيما يكتبون. بالنسبة للأوروبيين، أول ما نظروا للأندلسيين. الأندلسيون جاءوا بأعداد كبيرة سنة 1609، تم تهجيرهم من طرف فيليب الثالث من إسبانيا، وهم هجروا المسلمين وهجروا اليهود أيضا. أعداد كبيرة من المسلمين تم استقطابها وجاءت إلى البلاد التونسية. طبعا
تركزوا في منطقة معينة هي الشمال، حوض الحوض المجردة، يعني منطقة ثرية في البلاد التونسية. فاعتبروا، هناك شق من الكتابات الأوروبية اعتبر أن هذه الانتحاشة هي وراءها هؤلاء الأندلسيون. طبعا بيسونيل الذي يكتبه في السنوات العشرين من القرن الثامن عشر وجاء بعده دي فونتين وغيره والكتابات الأخرى، يقول أن أو ينظروا إلى هؤلاء الأندلسيين لا على أنهم مسلمين، نسى أنهم مسلمين وأنهم تم طردهم ونتيجة حروب دينية، هم من الأوروبيين وينظروا إليهم على أنهم أوروبيين، ويقولوا تستور وتذكرني بإسبانيا، تذكرني بأوروبا، أوروبا هي التي بيسونيل. نبقى في بيسونيل، هو بيسونيل جاء ويدرس هذا الواقع بعيني الأوروبيين، كيف يرى المجتمع في أوروبا، كيف ينظر إليه. بالنسبة لي المجتمع في فرنسا في ذلك التاريخ هو هناك سوكي بري سوكي كومباتي سوكي ترافاي، هؤلاء الذين يصلون، هؤلاء الذين يحاربون، هؤلاء الذين يعملون، وبيود لو يرى من يفعل ماذا في البلاد التونسية في ذلك التاريخ، فوجد أن الأتراك هم الذين يحاربون والأندلسيين هم الذين يعملون وباقي المجتمع لا يعمل أي شيء، وهذا قال يعني لا يعملون أي شيء، ونظرته إذن هي نظرة أوروبية. المهم أن هذه الرؤية التي أسسها بيسونيل أثرت في الدراسات اللاحقة في المدرسة الأوروبية، في الحقيقة ليس فقط في المدرسة الأوروبية، المدرسة العلم الاستعماري الذي أسميه علم الاستعماري، حتى المؤرخين التونسيين الذين كتبوا بعد الاستقلال، عبد الجليل التميمي جعل من الموضوع الأندلسيين أصل تجاري، من الأندلسيين عفوا من المورسكين أصل تجاري، وكل سنة أو كل سنتين ينظم مؤتمر ويربح الأموال من تنظيمه لهذه المؤتمرات، إذن ويعيد إنتاج نفس الفكرة. أرجع إلى الكتابات الأوروبية، هذا الأندلسيين نظروا إلى أوروبيين آخرين، هؤلاء أسر القرصنة لورينيغا، أسر القرصنة الذين تم استقطابهم في تونس في ذلك التاريخ لما يمثلونه من أهمية، وعندهم تقنيات إلى آخره على مستوى اللغة، على مستوى القرصنة، هم نتاج للقرصنة واستعملوهم لتطوير القرصنة، فقرأ هؤلاء وقرأوا أن هؤلاء الأسرى القرصنة سماهم سميوا أيضا بنصارى الله لكريتيان دالله بالنصار، نظر إليهم على أنهم هم وراء هذه الانتعاش التي عرفتها البلاد التونسية. غرانشان في السنوات الثلاثين يكتب في السنوات الثلاثين من القرن الماضي يقول لولا هؤلاء الرنيغا هؤلاء النصارى الذين أسلموا لما عرفت البلاد التونسية هذه الانتعاش ولا فعل الأهالي أي شيء. نرجع إلى اليهود الآن وهم عنصر آخر دخلوا إلى البلاد التونسية، طبعا لم يهتموا الفرنسيون باليهود ولم يهتم الأهالي، زاد الدراسات التونسية لم تهتم باليهود، اليهود المؤرخين اليهود هم الذين اهتموا باليهود، وكيف نظروا إلى هؤلاء اليهود، نظروا إليهم على أنهم ليس يهود وإنما على أنهم أوروبيين. في نهاية الأمر بالنسبة لهؤلاء هم أوروبيين الذين كانوا وراء هذا الشيء. لو نظرنا الآن ما قول الدراسات الأوروبية في الأتراك بالنسبة إلى الأوروبيين، بالنسبة للدراسات الأوروبية الأتراك لا يمثلون أي شيء، هم سبب المشاكل. بالنسبة إليهم لو نأخذ مثلا إيميل فيليكس غوتيه لسيكل أوبسكير دي ماغريب ما يقولوا الشمال الإفريقي بشكل عام والبلاد التونسية هي حلقات متتالية من الاستعمارات، من الاستعمار، الاستعمار الأهم هو استعمار الروماني، ثم الاستعمارات التي أتت بعد فهي فاشلة، منها الاستعمار التركي، يأتي الاستعمار الفرنسي هو أحسن الاستعمارات. إذن الأتراك لا يمثلون أي شيء ولا يمكن أن يكون لهم أي دور في هذه الانتعاش التي عرفتها البلاد التونسية خلال تلك الفترة.
آتي الآن إلى الكتابات المحلية التونسية التي ظهرت بعد الاستقلال. أيضا نظرهم إلى من؟ قلت لكم منذ حين كيف أن عبد التميمي يثمن دور الأندلسيين، لكن يبقى دور الأتراك. بالنسبة لعبد التميمي دور الأتراك هم المسلمين، هم الذين أنقذوا البلاد من الخطر المسيحي، لأن الصراع الإسباني التركي هو صراع ديني، صراع بين الإسلام والنصارى. هذه نظرته إلى الأتراك. لكن لنرى آخرين، توفيق البشروش ومحمد الهادي الشريف إلى آخره، كيف نظروا إلى الأتراك. الأتراك هم يعني ثم إن أمبيفالانس، نقولوا إحنا ثم رؤى مختلفة لدور الأتراك. هم أولا منعزلين عن الشعب بالنسبة إلى بشروش توفيق بشروش مثلا، لكن أستاذ الشريف يقولهم تتونسوا، يستعمل كلمة تونيزيفيكاسيون. لكنه أهم شيء ربما ما قاله، حتى أختصر ما قاله الأستاذ الشريف، يقول لولا الأتراك لما حصلت حداثة في البلاد التونسية. إذن هو لا يرجع هذه الحداثة وهذه الانتعاشة إلى عوامل خارجية، لكن بالنسبة إليه الأتراك. في نهاية الأمر، بالنسبة إلى البعض، الانتعاشة كان وراءها الأندلسيين، بالنسبة لهم أوروبيين، وبالنسبة لبعض الآخر الأعلاج، أي النصارى الذين أسر القرصنة الذين أسلموا، وبالنسبة لبعض الآخر اليهود، وبالنسبة لبعض الآخر الأتراك. ليس هناك اتفاق بين هذه الكتابات، كل يختار طرف، لكن هناك اتفاق، الكل متفقوا على أنهم عناصر أجنبية، واتفقوا على أن لا دور للعناصر المحلية، وهذه هي حصيلة الكتابات. من هنا جاءت فكرة يا أخي لنأخذ ما أخذ الجد، أدوار وأقوال الأهالي، لأنهم غيبوا ولم ينظروا إليهم. ولو ننظر إلى هذه الأدوار، أبدأ بأقوال. ومن يقول ما هي الأقوال؟ أقوال الكتابات التاريخية الواردة ترجع إلى تلك الفترة، ابن أبي دينار، وزير السراج إلى آخره، كتابات ظهرت تلك الفترة وهم معاصرين لهذه القرن 17 والثامن عشر. لم نسألهم ما قولهم، هل هؤلاء الأجانب هم الذين كانوا وراء ذلك؟ لو ننظر إلى هذه الكتابات فلا يرون في الأندلسيين أي شيء جديد، فهم ناس عاديين ينظروا إليهم. طبعاً قال لك أدخلوا الكرارة وأدخلوا أشياء أخرى ونباتات وفواكه جديدة، أوكي، لكن ليس هناك أي انبهار بالحضور التركي، أي انبهار. حتى الشاشية وصناعة الشاشية التي ركزت عليها الدراسات الأوروبية أساساً على أنها صناعة أندلسية، فهذه الصناعة بالنسبة إلى الأهالي في ذلك الوقت ليس هي أندلسية، بل هي موجودة قبل مجيء الأندلسيين، ويشارك فيها عناصر أهلية محلية ونعرفها، العائلات التي هي ليست عائلات أندلسية. إذن من وجهة نظر الداخلي لا، ليس هناك أي انبهار للأندلسيين. بالنسبة إلى الأوروبيين أيضا لا يمثلون أي شيء، هؤلاء الأوروبيين لا يمثلون الشيء الكثير، وليس هناك أي شعور بأن الأوروبيين هم متفوقين. بل يذكر لنا ابن أبي دينار أن النصارى في غفلة عن التقنيات التي يستعملها القراصنة التونسيين، بل هناك تأكيد على تأخر الغرب. لا أريد أن أقول أنه ما يقوله صحيح، على أخي ليس هناك أي وعي بأنهم متأخرين. يا أخي لنذكر حدث حمودة باشا يعلن الحرب على دولة البندقية ولمدة 3 سنوات، ليس له أي شعور بأنه عنده تأخر. أكثر والده علي باي أراد أن يعلن الحرب على فرنسا لأنها أدخلت كورسيكا
أصبحت تسيطر على كورسيكا، والبلاد التونسية ترى أن لها حقوق على كورسيكا، وليس فقط البلاد التونسية، كل المناطق التي تتعاطى القرصنة في ذلك التاريخ في حاجة إلى كورسيكا لأنه موقع استراتيجي. إذن ليس هناك أي وعي بأن فرنسا هي يا أخي أكثر قوة من البلاد التونسية. يا أخي عندما دخل، حتى عندما دخل نابليون إلى مصر، فليس هناك وعي بأن الأوروبيين تفوقوا عن العالم العربي الإسلامي. لم يحصل هذا الشعور بالتفوق إلا في 1830 عندما احتلت فرنسا الجزائر، وقتها هناك أصبح هناك وعي. إذن ليس هناك انبهار لا بالأوروبيين بأي شكل من الأشكال. نرجع إلى، وليس هناك انبهار باليهود إلى آخره. نرجع إلى إذن الأفعال، رأينا الأقوال، نرى الأفعال. يا أخي الأفعال، من كان وراء هذه الانتعاش؟ ما هي أدوار الفاعلين المحليين؟ عندما ننظر إلى هذه الأدوار نجد الحضر، المجتمع المديني الذي هو عنده حضور كبير في البلاد التونسية، وإذا قارناه ببلدان شمال إفريقيا فهو أكثر حضور. وهناك إحصاءات قامت بها لوسيت فالنسي، وقام بها أندري نوشي، ترجع إلى القرن التاسع عشر حقيقة، ومعتمدة على وثائق جبائية. فنسبة الحضر في البلاد التونسية حوالي 20%، ونسبة الحضر في المغرب 10%، نسبة الحضر في الجزائر هي 5%. إذن واضح أنه حضور مديني كبير وكبير جدا في منطقة صغيرة، هناك عدد كبير من المدن. إذن هذا المجتمع المديني نراه وراء كل حراك يحصل في البلاد التونسية. أول هذا الحراك في القرن السادس عشر عندما كانت هناك أزمة سياسية، المجتمع المديني أراد أن يعيد بناء المركز السياسي، ونعرف أن المركز السياسي ابتداء من القرن السادس عشر، وهذا في العالم ليس خاص بمنطقة معينة، المركز السياسي أصبحت القيمة السياسية الأولى. اليوم نقول الديمقراطية هي القيمة السياسية الأولى، في ذلك التاريخ نقول المركز السياسي هي القيمة السياسية الأولى، وهي العنصر الأساسي المكون لما يسمى بالدولة بالمعنى الحديث للكلمة. إذن هناك تفكك سياسي في القرن السادس عشر، ولكن هناك محاولات عديدة لإعادة بناء هذه المركز السياسي. هناك محاولة القبائل الشبية التي حاولت أن تبني دولة ومركز سياسي في مدينة القيروان، على غرار ما هو موجود، لأنها زاوية، على غرار ما هو موجود في المغرب، الدولة السعدية التي انتصرت وحققت مركزاتها. لكن الدولة يعني الدولة الشبية اللي هي تقوم على حركة دينية زاوية لم تفلح. لماذا؟ لأن المجتمع المديني لا يريد مركز سياسية تقودها قبائل، فيريدها مركز سياسية مدينية. ماذا فعلت المدن؟ استقدمت الأتراك، استقدموهم، جلبوهم، لأنهم أولا لهم دور كبير في بناء المركزة، وبالتالي استعملوهم لبناء هذه المركزة. والمجتمع المديني قام بأشياء كثيرة، مثل أيضا استقدام الأندلسيين. فالأندلسيين لم يأتوا هي 3 دقائق ولكن لا 5 دقائق. سمحني نحط لك حتى ترى يا أخي، حتى ترى. أنا أقول لك 3 دقائق، أنا أعطيت 5 دقائق حتى يا أخي. إحنا 30 دقيقة. لا 25. لا 30 دقيقة. ثلاثين دقيقة. يا أخي لا أضيع الوقت من فضلك. تحاسب على الوقت. ماذا يا أخي؟ ماذا كنت أقول؟ هيك عبد الرحيم. المجتمع المديني أيضا استقدم الأتراك، قلت، واستقدم الأندلسيين. الأندلسيين لم يأتوا بمحض إرادتهم 100%، استقدموهم لأنهم هيئوا لهم المجال، وعفوهم من الأداءات، ووعدوهم بالأراضي، وهذا ما فعلوا، وعادوهم بكل شيء، لأنهم في حاجة إلى هذا الصنف من الناس، ولأنهم في حاجة إلى تدعيم الزاد الديمغرافي إلى آخره. إذن هناك سياسة ممنهجة من طرف المجتمع المديني لاستقدام هؤلاء الناس. استقدموا أيضا العلاج النصارى الذين القراصنة أو الأساسرة القرصنة
أدخلوهم وأدمجوه في المجتمع وجعلوهم يسلمون فأصبحوا من جزء من المجتمع وأدخلوا ديناميكية. إذن في نهاية الأمر حتى لا أدخل في تفاصيل كثيرة، من كان وراء كل ذلك؟ هذا المجتمع المديني هو صاحب الحراك، هو محمل هذه الحداثة، محمل هذا هذه الانتعاشة ومحمل هذه الحداثة. وفي نهاية الأمر أخلص حتى لا يأتيني من يقمع. إذن المهم أصل خطأ كل الخطأ أن نعتقد أن هناك مجتمعات باردة وساكنة ولا تتغير وتترقب قوى خارجية لكي تغيرها، بل هناك كان مجتمعات دائما ساخنة. كل المجتمعات تتحرك يا أخي، لكن الأنساق هي المختلفة، قد يكون النسق هنا أكثر من هنا، لكنها مجتمعات ليست باردة وليست ساكنة. وبالتالي نفهم أهمية هذه النظرة من الداخل عندما نعطي أهمية للعناصر أو نأخذ ما أخذ الجد أدوار الفاعلين المحليين وأقوال الفاعلين المحليين، نفهم الواقع على حقيقته وبدون أن نقع في أخطاء جوهرانية إلى آخره. ومن مزايا هذه النظرة ومنهج الأهلة كونه يساعدنا على تخطي الإثنو المركزية، ولم يكن بتقدير الهدف هو هوياتي أو نحن ضد الآخر، وإنما هو هدفه معرفي إبستيمولوجي بالأساس. ثم أنه ليس خاص، الأهنة ليست هي خاصة بالدارسين المحليين، بل حتى من الخارج، من يأتي من الخارج ويدرس وعليه أن ينظر إلى هذه المجتمعات من الداخل. قلت لكم كيف جيرتس هو الذي يؤكد على ضرورة أن نحلل المجتمع انطلاقا من ما يفكر فيه الأهالي. يقول، استعمل كلمة regarder au-dessus de l'épaule des acteurs، أي ننظر فوق كتف الفاعلين. ثم هذا المنهج هو ليس خاص بالعالم العربي، حتى في أوروبا أيضا هناك إثنو مركزية في داخل أوروبا. أعرف أن مثلا جنوب إيطاليا عندهم شعور بأنهم تحت ضغط هيمنة شمال إيطاليا، وهم أيضا يطالبون بمنهج يقوم على الأهلنا. ونفس الشيء يمكن أن نقوله بالنسبة إلى مجتمعات أخرى، حتى في مجتمعاتنا في البلاد التونسية مثلا إثنو مركزية موجودة حتى داخلية المجتمع المديني، لما يكون مؤرخ مديني وينظر إلى الأرياف فسينظر إليهم بطريقة تقوم على إثنو مركزية مدينية. إذن الأهلنا هي ليست بين دولة ودولة، حتى داخل الدولة يجب أن ننظر إلى الداخل بطريقة بمنهج الأهلنا، وهذا يساعدنا على معرفة هذا الواقع. أنا ربحتك 4 دقائق، شكرا. ربحتك 4 دقائق. شكرا لعبد الحميد على هذا على هذا العرض القيم والذي انطلق فيه من الحالة التونسية خلال القرنين 17 و18، من ملاحظة الانتعاشة التي عرفتها هذه البلاد، وحاول أن يعطي أهمية كبيرة لحامل هذه الانتعاشة وهو العنصر المحلي، وكان يعمل كل ما في وسعه لإبعاد شبهات الانتعاش عن العناصر الأجنبية، سواء تعلق الأمر بنصارى الله أو باليهود أو بالموريسكيين. شكرا لك على هذا العرض، وأعطي الكلمة للدكتور إبراهيم قادري بوتشيش الذي سيحدثنا عن منهج التأويل الرمزي لقراءة التاريخ نحو إشراك قارئ النص التاريخي في إنتاج دلالاته، تشخيص نظري وتطبيقي. والأستاذ إبراهيم قديري بوتشيش هو
غني عن التعريف ايضا، فهو استاذ بجامعه المولاي اسماعيل بمكناس، واشتغل في حقل الدراسات التاريخيه الوسيطيه، وانتج عددا من الابحاث المتعلقه بالتاريخ الاجتماعي وتاريخ الذهنيات. والاكثر من ذلك ان ابراهيم القادري بوتشيش أسهم إسهاما كبيرا في تكوين جيل من الباحثين الذين يسيرون على خطاه ويوسعون ما بدأ الاشتغال فيه في بعض الحالات. فعدد من إشاراته في كتاباته تحولت إلى مواضيع لأطروحات اشتغل عليها طلبته. لك الكلمة سيدي إبراهيم في حدود 25 دقيقة، 26 دقيقة فقط أعطيك هذه. لا ما تكشف لي الوقت. الوقت الوقت هو من وصل 25 ذكرني، من وصل 25 دقيقة ذكرني باش 48 دي قول 50 50 50 غادي نزيدوا عليها. وهذا عليا القضية صعيبة. 50 هي 15، هي عندك الوحدة وربع غادي تسالي. وحدة لا، وحدة وعشرين. وحدة وربع غادي تسالي. إذن في تمام واحدة وخمسطاش دقيقة سأنزع عنك اللام. ما غير قول لي الكلام. يلا. شكرا سيد الرئيس. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم جميعا. وأشكر المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات على الدعوة الكريمة. سعيد جدا بأن أكون في هذه الجلسة أمام هرمين من أهرام التاريخ، وأمام شيوخ تاريخ، شيوخ بالفهم، ليس بالفهم العمري وليس بالفهم العلمي. المداخلة التي أود أن أدلو بها بدلوي في هذه الجلسة هو منهج التأويل الرمزي كمنهج لقراءة التاريخ ونحو إشراك قارئ النص التاريخي في إنتاج دلالته، تشخيص نظري وتطبيقي، وكما هو واضح من العنوان فيه جانب نظري وجانب تطبيقي إذا سمح لنا الوقت. خطة الدراسة يعني انبنت على تقريبا ثلاث مناطق بحثية. في الأول حاول في المقدمة أن أتعرف على أو أعرف بأهمية الموضوع وحظه في المنجز البحثي وفرضياته وأسئلته المركزية. في المنطقة البحثية الأولى حاولت أن أتناول منهج التأويل الرمزي في التاريخ، المسوغات والخيوط الناظمة. في المحور الثاني حاولت أن أتناول منهج التأويل الرمزي، المرتكزات، الخصائص والضوابط، تشخيص نظري. وفي المحور الأخير محاولة تطبيقية لمنهج التأويل الرمزي على طقوس البيعة بالمغرب. كان المنطلق الذي انطلقنا به في هذه الورقة هو كتاب كان قد ألفه جوزيف ماريا كاستيي في سنة 1957 تحت عنوان زمن القارئ. وفي هذا الكتاب تنبأ بأن سلطة المؤرخ أو سلطة صاحب النص سوف تتقلص لصالح قارئه. وهذا التنبؤ هو ما سيظهر جليا في الكتاب الذي ألفه إيكو إمبرتو في كتابه لوفر أوفات، يعني العمل المفتوح. وفيه أيضا بيّن على أن سلطة القارئ سوف تتفوق على سلطة منتج النص في إنتاج دلالته النصية. هذا هو النقطة الأولى التي انطلقنا منها في هذا البحث. السؤال الذي عقب هذا الانطلاق سميناه بسؤال البداية هو هل ينطبق هذا التنبؤ كذلك على النص التاريخي، بحيث يصبح القارئ أي المؤرخ مشاركا لصاحب النص في فهمه وإعادة إنتاج دلالته من خلال منهج تأويلي، خاصة أن التاريخ كما يعلم الجميع يمر
الرموز التاريخية، وبالتالي هل يمكن لمنهج التأويل أن يساعد في قراءة هذه الرموز؟ وبطبيعة الحال التساؤل هو تساؤل يحاول أن يعيد تحيين سؤال المنهج وفق التحولات المعرفية التي يعرفها فضاء المعرفة حاليا. يتبين من هذا السؤال على أن الإشكالية الرئيسية التي نروم طرحها في هذا البحث تتصدى أو هي أطروحة مركبة تجمع ما بين آليتين في الاشتغال نحسب أنهما تحتلان خانة مهمة في سؤال المنهج التاريخي. الأولى هو توظيف منهج يعنى بدراسة الإنسان في الماضي لا كحيوان ناطق بل كحيوان رامز أيضا ومنتج لتاريخ يتحدث بالرموز والإشارات وليس باللغة فحسب. الضلع الثاني هو هل يمكن إشراك المؤرخ في استكشاف معاني النص التاريخي وتوليد دلالته التي لم يبح بها كاتب النص لأن كاتب النص لا يبح بكل شيء. هذا المنهج المقترح تبدو أهميته كأهمية قصوى في التاريخ نظرا لأن ثقافة المؤرخين في الغالب الأعم هي ثقافة كما نعلم ثقافة وصفية بيانية تنشد إلى الوصف وإلى ما هو مكتوب دون الحفر في أعماق الظاهرة التاريخية والنبش في حضارة الكلام المبطن وهو ما تنبه إليه ابن خلدون في مقدمته حين تحدث عن الجانب المتواري أو المندسي في النص. وتبدو أو تزداد الأهمية أكثر إذا عرفنا أن التاريخ يختزن شبكة من الرموز التي تعكس التجارب البشرية المعقدة ويكشف أن الإنسان حيوان رامز حسب تعبير إرنست كاسرير ومعلق بشبكة من المعاني والدلالات الثاوية التي لا تعكس ما يقال بقدر ما تعبر عما يمكن قوله. وبهذا المنهج الذي نقترحه لا تبقى قراءة للتاريخ قراءة مبتورة ومفتقرة إلى المعاني المندسة وراء النص أو الوثيقة. طبعا الأسئلة هناك أسئلة كثيرة طرحناها في هذا البحث ويمكن أن أذكرها نظرا لأهميتها فيما أعتقد، وهو كيف يسهم منهج التأويل الرمزي في إعادة قراءة التاريخ وإثراء المعرفة التاريخية بحكم أن الإنسان حيوان رامز ومنتج لتاريخ علامات أي إشارات لا تبوح وثائقه ونصوصه بكل أسرارها، وكيف يمكن قراءة الماضي البشري بطريقة مغايرة للنظر والتفكير يتحول فيها المؤرخ من متلق لسردية تاريخية مكتوبة إلى مستكشف لدلالات رمزية تاريخية جديدة من خلال الغوص في المناطق الأكثر غورا في الذات الإنسانية. وهل يمكن تناول أو تأويل رموز؟ هل يمكن إدراك الحقيقة التاريخية؟ الحقيقة دائما بين مزدوجتين خارج سياق الصرامة المنهجية التي صاغتها المدرستان الوضعية والتاريخانية، أم أن هذا المنهج يتيح للمؤرخ مساحة يتحرر فيها من نظريات وأنساق منهجية معيارية ملجمة لفكره واجتهاداته؟ وهل يمكن وضع نظام مسنود إلى بعض المرجعيات لتفادي فوضى التأويل لتأويل رموز النص التاريخي؟ فرضيات البحث عددناها ولكن سأكتفي بالفرضية الأولى ربحا للوقت، وهي بحكم أن الإنسان حيوان رامز فقد أنتج تاريخا رمزيا وإشاريا يستدعي توظيف المنهج التأويلي أو الرمزي لاستكشاف حياة ثانية، وهذا مهم يعني أسطر عليها حياة ثانية لأن البشر عاش واحد الحياة اللي هي كتبها المؤرخون ولكن هناك حياة ثانية لم يكتبها المؤرخون دون أن يعبروا عنها بوضوح. في المحور الأول سوف سأحاول أن أذكر يعني السياقات والمسوغات والخيوط الناظمة التي ولد فيها هذا المنهج، فيمكن أن أحددها في ثلاث سياقات على العموم، ثلاث سياقات واضحة. السياق الأول هو انخراط المؤرخ في دائرة التأويل نتيجة انفتاح التاريخ على العلوم المجاورة،
يعني بعد أن انفتح التاريخ وهو ما تحدثنا عنه كثيرا هذا اليوم، يعني أصبح يعني المؤرخ هو بدوره ينخرط في التأويل، وهذا الانخراط نتج عنه ثلاث نتائج مهمة. النتيجة الأولى هو أن المؤرخ دخل ما يسميه برودل بسوق العلوم الإنسانية المشتركة، يعني دخل في هذا السوق يعني، وأصبح منخرطا في نظريات جديدة لم تكن مألوفة لديه، وبالتالي هذا الانخراط الجديد أصبح أو فرض عليه أن يبحث فيما تحت القيل وما خلف ظاهر النص، ويستقصي دلالات الرموز والعلامات، وكذلك يوظف الطرائق الألسنية لاستكشاف البنية المخبأة والممكنات اللاواعية في التاريخ. النتيجة الثانية هي أن دخول بعض رواد المدرسة التأويلية على طول الخط مع المؤرخين، يعني ماشي غير احنا اللي انفتحنا على حتى مدرسة التأويلية دخلت أيضا ورأت في التاريخ جوهر التأويل، وهذا هو المهم. يعني المدرسة التأويلية رأت في التاريخ جوهر التأويل، لا يمكن أن نؤول بدون تأصيل. فحتى أن يعني بعض الأمثلة، ديلتاي هو أحد أعمدة المدرسة التأويلية، عرف بتوجيه التاريخي، والمؤرخ الألماني هايدغر يعني اعتبر على أن التأويل، ارتبط التأويل عند الفيلسوف الألماني هايدغر بالوجود البشري، فالإنسان في تصوره الفلسفي كائن منغمس في التاريخ وليس بوسعه الخروج منه، وإلا أصبح غريبا عن ذاته، لذلك قدم طريقة للتفكير في البشر بوصفهم موجودات تاريخية. ونفس في نفس السياق أيضا تألف تلميذه الفيلسوف الألماني غادامير كتابه الحقيقة والمنهج، وفيه أكد أن المؤول يظل في تواصل غير منقطع مع إرثه التاريخي، بل أسس مشروعه الفكري التأويلي على مفهوم الوعي التاريخي، ونحت في هذا السياق مصطلحا جديدا هو الوعي التاريخي الفعال، وهو مصطلح يعني يعكس بوضوح اقتناعه بالتاريخ كأداة للتأويل. النتيجة الثالثة وهي تتجسد في كتابات رواد المدرسة التأويلية الذين أكدوا على خصوصية التاريخ وتميز منهجه عن العلوم الطبيعية، وأن التاريخ عاملة مركبة من الشواهد ومن الرموز المعبرة عن معطيات روحية نابعة من البنية الداخلية للذات الإنسانية التي تستعصي على المنهج التجريبي. أيضا السياق الثاني هو المأزق الذي وقعت فيه المدرسة الوضعانية والتاريخانية. نبدأ بالمدرسة الوضعانية. المدرسة الوضعانية كما نعرف يعني، وأنا باختصار أقول هذا، يعني تقدس الوثيقة، ما دون الوثيقة يعتبر تطاولا على يعني من جانب الباحث أو المؤرخ، وبالتالي استندت في هذا المنهج على الوثيقة المكتوبة كمصدر للحقيقة، بل رفعتها إلى مرتبة التقديس، وحددت عمل المؤرخ في التأكد من صحة الوقائع والواردة فيها فقط. فهنا جاءت المراجعات الفكرية التي قامت بها المدرسة التأويلية. سأكتفي بما ذكره ريكور مثلا. ريكور قال بأن يعني هذه المدرسة الوضعانية لا تميز ما بين حضارة العمل اللي هي إنجازات البشرية اللي كنعرفوها جميعا، وحضارة الكلام. مثلا الأستاذ الجامعي عندما يتحدث في المدرج راه نوع من الحضارة، ولكن ما ينتبه لها المؤرخ، لا ينتبه لها. فإذا حضارة الكلام، الروايات الشفوية، الحكايات، الأحاجي، هذه كلها تدخل في إطار ما يعني أدار له المؤرخ ظهره. ثم لوحظ على أيضا على المدرسة الوضعانية أن يعني أن نتائجها محدودة جدا، بحيث أنها لا تعبر عن الجانب الجواني، يعني الجانب الداخلي في الذات الإنسانية، وتعجز عن فهم أحاسيس الإنسان، يعني ذيك الأحاسيس التي والمشاعر يعني لا تعيرها المدرسة الوضعانية اهتماما. بقدر ما انتقدت هذه المدرسة يعني المدرسة الوضعانية، أيضا انتقدت حتى التاريخانية التي عندها واحد القوانين، كما نعرف انتقدت الرؤية التاريخية القائمة على أن التحولات التاريخية تخضع لقوانين تعاقب وتسير وفق إيقاعات معينة تجعل من التاريخ حقل للتنبؤ بتحولات المستقبل وغائية التاريخ. هذه الغائية انتقدتها يعني المدرسة التأويلية.
فمثلا كلهم لاحظوا على ان هذا الرؤيه هذا المنهج نتاع المدرسه التاريخانيه يسلب الحريه المنهجيه للمؤرخ ويوقع في شراك النتائج المحدده سلفا، حتى ان ايكو يعني ذكرها بكل صراحه وقال بانها قراءه خاطئه للتاريخ لانها تفرض قراءه احاديه النص. وكارل بوبر ايضا انتقد مقوله قوانين التاريخ واعتبرها كبوه معرفيه للعلم. وبقدر ما انتقدوا يعني بقدر ما انتقدت هذه المدرسه التاويليه انتقدت المدرسه الوضعانيه والتاريخيه ايضا دافعت عن موقفها. فين الدافع عن الموقف؟ هو ما تراه الان، هو حاجه التاريخ الإبستومولوجيا لمنهج التأويل. فمثلا يرى إرنست كاسرير يرى أن التأويل هو بداية المهمة الجوهرية في عمل المؤرخ، ويبين بقدر كبير من الجرأة الفكرية حاجة التاريخ الإبستومولوجيا لمنهج التأويل الرمزي، لأن المؤرخ يتحول فيه من كاتب لسردة تاريخية إلى مستكشف لمعنى الحياة الإنسانية من جديد، وإلى قارئ للدلالات الروحية في الأبحاث التاريخية. والتأويل يفرض نفسه في دراسة التاريخ لأن في كل سرد تاريخي غائب شخص أو معنى غائب يتعذر الوصول إليه وتبعيد لوجهة نظر معينة. وأيضا كما تقول يعني ماري جان بوغيل تقول بأن النص لا يبوح بكل معانيه دفعة واحدة إذا لم يؤوله المؤرخ، وهذا شيء طبيعي. ويبررون ايضا او تبرر المدرسه التاويليه تبرر لماذا نحتاج الى 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 منهج التاويل الرمزي، لان احيانا يخطئ الناس، نقصد بالناس هو صاحب النص، يخطئ في اختيار الكلمات والجمل المعبره بدقه عما يريد قوله، مما يحدث مباعده بين المقصد وبين القول. ايضا احيانا يستخدم الناس لغه الاغراب والتعمية التي تستعصي على المتلقي، وأحيانا أيضا يلجأ الناس إلى أسلوب التمويه والتستر الذي يصبح ضربا من التوقي والحذر تحت طائرة الخوف والانفلات من الرقابة، وهذا مثلا ما قام به المتصوفة. وإذا علمنا إلى أن التصوف يعني لعب دورا كبيرا في تاريخ الإسلام أدركنا فعلا على أننا أمام ماضي إشاراتي لا زلنا يعني لا نعرفه بدقة. وبالتالي هنا كاسري تحدثنا يقولنا بأن التاريخ الحقيقي يرى موجود في هذا في يعني فيما وراء يعني النص أي الرمز. الآن في المنطقة الثانية البحثية الثانية هو أحاول أن أشخص بعض المرتكزات التي يقوم عليها هذا المنهج، هذا جانب نظري. طبيعة الحال في الأول حددنا المفهوم تاع الرمز، هو نسق من التصورات المتوارثة التي تشمل مجموعة من الإيحاءات المعبرة بطريقة غير مباشرة عن النواحي النفسية والأحاسيس والأفكار التي تعجز اللغة عن أدائها. وهنا سطر أيضا تعجز اللغة عن أدائها، ولكن رولان بارت غادي يقول لا، حتى ديك الأصوات التي نسمعها أو ذلك هي لغة بمعنى أو بآخر. إذن هنا نبقوا ما بين يعني مستويين. ويتجسد الرمز أيضا في بقايا مخلفات الإنسان من تراث شفهي، أساطير، معتقدات متخيلة، لغة مجازية، كافة الأشكال الفنية الأخرى من قبيل الأغاني، الموسيقى، اللوحات، الحركة الجسدية، الرقص، الألعاب، كافة أشكال الفولكلور، كل هذا يدخل في الرمز. إذن العملية المرتكز الذي يركز أو الذي يقيم عليه أصحاب المدرسة التأويلية يعني تنظيرهم لهذا المنهج هو ضرورة الفهم والتفاهم، فهم النص وتفاهم الناس، وهذه مسألة مهمة سوف ربما نعمقها في النقاش، لأن ما يمكنش تفهم يعني صاحب النص إلا إذا تفهمت ظروفه وتفهمت يعني الفترة التي عاش فيها إلى غير ذلك. غادامير يعني يضيف إلى ذلك يقول بأن ماشي غير العلم، ليس العلم هو الوحيد الذي به نقرأ التاريخ، وإنما أيضا بالإدراك والبصيرة، بالبصيرة والتعقل، يعني هذه كلها يعني مصطلحات يضعها هؤلاء لتبيان على أن ليس العلم وحده، وهذا ردا على المدرسة الوضعانية. وفي نفس الوقت يستبعدون يعني في عملية الفهم أي تناقض ما بين التراث والعلم. أيضا عملية الفهم عند ديلتاي تقوم على مبدأ المعايشة،
وهنا بطبيعة الحال طرح ديلتاي معيار آخر الفهم هو المعايشة والمشاركة الوجدانية التي تبلغ بالمتلقي درجة مشاركة صاحب النص شعوره الداخلي لفهم منحاه الرمزي. الإنسان يكتشف نفسه باكتشاف ماضي الآخرين عبر معايشة ما عاشوه، ولا يتعلق الأمر هنا بحدس أو استنتاج لشعور ما مصاحب لواقعة تاريخية، بل هي إعادة إحياء هذا الشعور في نفسية المؤرخ، وكأن الواقعة حدثت تحت سمعه وبصره في الحاضر، وهو ما يسميه بول ريكور بإرادة الالتقاء، يعني ما بين القارئ وما بين مؤلف النص التي يبديها المؤرخ ليكتشف بوجدانه شعور الناس في الماضي ويعايشهم بالمخيلة رغم المسافة الزمنية والتغرب عن العصر. أيضا هذه المدرسة التأويلية تتبنى واحد المفهوم الذي تعارضه المدرسة الوضعانية تماما، وهو بنية الفهم المسبق. ما يمكنش المؤرخ ينطلق بلا واحد الفهم، بلا واحد الموقف معين. لا، هم يقولوا حتى ولو أراد مثلا باسم الموضوعية، لو أردنا أن نتخلى عن أي فهم مسبق، فإن ذلك يكون عبارة عن نفاق وعبارة عن دس لما هو مخبأ عند المؤرخ، ولا بد للمؤرخ أن يرجع إلى تراثه. والتراث بتاع هناك هذه المرجعيات التي يعتمد عليها هي يعني بالدرجة الأولى هي سلطة التراث. يعني غادامير يقول على أن بنية الفهم المسبق يعني يحددها في سلطة التراث التي تشكل بوصلة مرشدة للفهم. فأي باحث لا يمكن أن يفك شفرة رمز دون فهم توقعات دلالاته المستمدة من التصورات السابقة التي يملكها حول الموضوع والتي تستنبط من المرجعة التراثية. إذن سأخفز على مسألة أخرى أيضا يركزون عليها في مسألة التأويل، وهو ضرورة الحاضر، يعني تبني الحاضر. يعني يعتبر غادامير فهم أي عقل ينتمي إلى الماضي كعقل حاضر، وفهم كل اغتراب زمني كألفة ومعايشة للنص رغم المسافة الزمنية. إذن هذه مسألة الحاضر لا يمكن أن نؤول بدون استحضار الحاضر أيضا. إذن الآن سأنتقل مباشرة إلى آخر يعني القسم، وهو محاولة تطبيقية لمنهج التأويل الرمزي على طقوس البيعة بالمغرب. أنت تعرفون يعني بدون الأطيل يعني طقوس البيعة في المغرب في العالم الإسلامي بصفة عامة، ولكن أنا سأركز على المغرب. يعني جرت العادة في المغرب في عهد الحسن الثاني على أن يقام ما يسمى بحفل الولاء في رابع مارس من كل سنة، وفي هذا الحفلة يكون واحد المشهد معتاد، يخرج الملك وهو راكب حصانه بجلباب أبيض، ويتقدم هو عبد يعني يقبض على المظلة يسمى بالمظلة السلطانية، ويعني بعد ذلك تأتي انحناءات المبايعين صفا بعد صف. أظن أنكم كلكم تعرفون هذا المشهد. فهنا استوقفني في هذا المشهد، وكما تلاحظون هنا أنا لم أستخدم هنا نصا مكتوبا وإنما نصا بصريا، وستناوله لا كمشهد فرجاوي ولكن كيعني حركة يعني أو كرمز. إذن هذه الطقوس تخزن دلالة تاريخية عديدة يعبر يكشف عنها المشهد العام الذي يتخذ هذا قلناها. إذن المظلة السلطانية غادي نشوفوا أو ما يعني دلالة المظلة السلطانية. المظلة السلطانية بارتفاعها واتجاهها نحو الأعلى علامة على ارتباط صاحبها بالسماء أكثر من ارتباطه بالأرض، واستمداده شرعيته من السماء أكثر مما يستمدها من القانون الوضعي. هذه الدلالة الأولى. أيضا دلالة ثانية، ترمز المظلة السلطانية لهيبة الدولة وقوة الحكم وثبات نظامه، وهو ما أنتج بعض المعتقدات السائدة، ومنها أن انكسار هذه المظلة أو سقوطها أو سقوط حاملها يعتبر نذير شؤم على الدولة وعلى السلطان نفسه. وجدنا بعض النصوص مكتوبة في هذا المجال، مثلا في عهد عبد الرحمن الأندلسي أو محمد بن عبد الرحمن الأندلسي، يعني كان غادي لواحد المعركة وحامل له يعني المظلة، فانكسر تلك المظلة فتشاءم الجنود وتنبؤوا بالهزيمة، وفعلا وقعت الهزيمة. وأيضا عندنا واحد الحدث تاريخي في المغرب، يعني محمد الرابع كان غادي في احتفال نتاع العيد والمظلة يعني فوق رأسه، فانكسرت المظلة
وسقط حاملها، فقالوا بأن هذا موت، سوف يقع لسلطاني موت. وفعلا بعد 3 أيام يعني توفي محمد الرابع. ولهذا جاء واحد المثال الشعبي مازال كوجدوا عندنا في الذاكرة التاريخية، طاح سلطان طاح المظل مات سلطان، طاح المظل هذا المثال الشعبي، طاح المظل مات سلطان. إذن فهنا في المخيلة الشعبية عندنا هذا الفكر نتاع هيبة الدولة، وكلما كانت المظلة مرتفعة كلما يعني عبرت عن أيضا كنشوفوا التماثل. ولكن هنا غادي نقفز لأن الوقت ما بقاش، يعني الدراسة السيميائية عن المظلة وعلى قلب الشجرة وبيعة الرضوان. مثلا في بيعة الرضوان أحمد توفيق اللي هو مؤرخ والآن وزير الأوقاف، في أول هذا المظلة يقول لك تشبه الشجرة، وهذه الشجرة هي عبارة عن شجرة التي بويع تحتها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان. وحتى في البيعة نتاع والذهب يوم 14 غشت من سنة 1979 ورد تعبير شجرة الرضوان في نص وثيقة البيعة. وسأنتقل إلى نقطة أخرى، يعني الفرس، لأن كان كثير ما إذا الفرس لاحظتم عندما تدخلون إلى مدينة من المدن، وخاصة المدن الأوروبية، تجدون تماثيل لأحصنة في كل مدينة، توجد واحد الحصان، وهذاك الحصان طبيعة الحال يرمز للقوة للشجاعة للبطولة. واحتادنا في الثقافة الإسلامية الحصان هو رمز للقوة وسلاح لتخويف العدو وآلية للتحصل المناعة كما هو وارد في القرآن الكريم، وهو أيضا علامة على السلطة والثروة والجاه إذ ورد ذكره في القرآن مقرونا بالمال والذهب والفضة. وجاء أيضا في المتن الحديثي الأحاديث النبوية حمالا لمعنى الخير والبركة، وتحيل معانيه في المعتقد الإسلامي لقوة راكبه وامتلاك سلطة الكرامة والمعجزة والقدرة الخارقة للوصول إلى ذروة السماوات السبع. فالبراق الذي أسرى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم صور في شكل دابة شبيهة بفرس، له جناحان طارت بالنبي في رحلة الإسراء والمعراج. ماذا نستنتج من هذا؟ يعني نزيد واحد قبل الاستنتاج، نزيد واحد المثال اخر. احنا عندنا في المغرب وعندنا حتى في العالم العربي كله عندنا ذاك الاحتفال نتاع الفانتازيا المغربيه، تعرفوا يعني ذيك الفروسيه الخياله، هو احتفال كرنفالي يشارك فيه مجموعه من الفرسان ويرمز الى ملاحم عسكريه تاريخيه مرتبطه بالذاكره الجماعيه القبليه. فظهور الخيول المستخدمه فيها بلباسها المزركش دلاله على قوه القبيله ومجدها، وتحيل الفروسية على معنى الفحولة راكبيها وقوة شكيمتهم وثقتهم في النفس. إذن علاقة ما بين القبيلة وما بين الفرس. وفي رواية التاريخ المغربي ظل الحصان رمزا للسلطة والحكم. هنا أعطي مثالا وسأنهي به هذا العرض. يوسف تاشفين أحد الأمراء المرابطين عندما كان ابن عمه أبو بكر قد ترك له مهمة نيابة السلطة عنه في المغرب، وهو ذهب للجهاد في الصحراء، وبعد ذلك يعني ظن على انه قد توفي، ف يعني اصبح هو ملك المغرب. لكن فجاه ظهر من جديد واراد ان يسترد سلطته، فنصحته زوجته زينب النفزاويه المعروفه، قالت له عندما يصل اليك ابقى على فرسك. يعني هنا الفرس كيرفض دائما لسلطه المتغلب، وبالتالي اعتقد على ان السلطان او الملك عندما يستعمل هذا الفرس فهو يريد ان يعني يبين انه على انه يمثل سلطه المتغلب على سلطه المغلوب. وهذيك الانحناءات التي تاتي من يعني المشاركين في البيعه، شنو هي كتنعني لنا هذيك الانحناءات؟ الانحناءات هي عباره عن الاستضلال بسلطه ذلك الذي له المظله، وانهم يدخلون في تبعيته وتبقى واحد العلاقه نتاع السيد الاعلى مع المتبوع، يعني تابع ومتبوع، وبالتالي قانونيا يصبح ذلك الشخص الذي يبايع وينحني يصبح ملزما بان يعني بان لا يتمرد على راكب الفرس، واذا ما تمرد فانه يعتبر خارجا عن الجماعه. وبالتالي هذه مجموعه من الافكار اردت ان اطرحها باختصار لان فيها كلام كثير يقال، ولكن طرحتها باختصار، واتمنى ان شاء الله تكون المناقشه يعني افيد. شكرا. شكرا سيد ابراهيم على هذا العرض الوافي والذي تناول الجانب النظري وعرضا لهذا المنهج التأويلي الرمزي.
كنت أفضل أن نستمع أكثر للتطبيق. لماذا؟ لأنه في التطبيق تظهر الكثير من الأشياء. كنت دقائق نزيد. وكنت أفضل أيضا أن نستمع للأبحاث التي أجريت في هذا الباب، في باب الرمز فيما يتعلق بتاريخ المغرب. أنا أفكر في ذلك البحث الذي قدمته جوسلين دخلية حول المظلة، حول موجود. هذا بحث مفيد جدا، وأيضا في رموز ممارسة السلطة في المغرب وفي البلاد الإسلامية. أنا بدوري في كتابي عن العثمانيين، المؤسسات والاقتصاد والثقافة، تعرضت لبعض رموز ممارسة السلطة في الدولة العثمانية، قضية البيعة، قضية الجلوس وكيف كانت تتم البيعة والجلوس وما إلى ذلك. على كل حال أفتح باب المناقشة، ستكون لمدة 25 دقيقة فقط. الأستاذ عبد الرحمن المدن كان شكرا للمحاضرين الكريمين على هذين العرضين، اعتبرهما يعني كل في مجاله وفي يعني حقله لوحتين وافيتين عن ما أرادت تعرض لهما. بالنسبة للأستاذ عبد الحميد هنية، لدي فقط وسأكون سريعا، لدي سؤال حول عبارة الأهلنة، وهي كما استمعت إليه أهلنت المعرفة، أقول الإيجابية، المعرفة الإيجابية يعني معرفة الوقائع، معرفة التاريخ، معرفة أحداث التاريخ وما يصاحبها من بنيات اجتماعية إلى آخره. هذا مستوى. وهناك مستوى آخر، وهو أهلنت المناهج، أهلنت المفاهيم، يعني أهلنت المفاهيم بحيث نستطيع كما استمعنا إليه عدة مرات في هذا المؤتمر، نستطيع أن يعني ندلو بدلونا في مستوى المفاهيم والمناهج على الصعيد الكوني. هذا إذن سؤال. بالنسبة للأستاذ القدري بوتشيش، صحيح أن يعني هذه شبكة، يعني حقيقة شبكة من المفاهيم ومن الاتجاهات المنهجية هامة جدا. وهنا يمكن كما استمعنا إليه هذا الصباح، فيلسوف يأتي إلى مجال الدراسات الاجتماعية، هنا المؤرخ ودارس المجتمع يسير إلى المجالات الفلسفية. أحس أنك استعملت بطبيعة الحال نظريات التلقي بالأساس، ولكن بالنسبة لنظرية التلقي هناك علاقة بين المؤلف والقارئ، ولكن القارئ بمفهومه العام، بمعنى أن هذا يدخل أيضا في إطار أفق دمقرطة الكتابة ودمقرطة القراءة، في حين أن يعني في العرض هو المؤرخ الذي يتعامل مع مصادره، يتعامل مع نصوصه، هو أيضا قارئ صحيح، ولكن قارئ من مستوى معين. فهل هناك هذا التداخل؟ شكرا. دقيقتين، أنا أبدي إعجابي بهذا الطرح الجيد للمحاضرتين. الواقع فقط هنا تساؤل، مثلا هل ممكن مثلا الانتعاشة بالنسبة للأستاذ عبد الحميد، هل يمكن أن نرجعها إلى أواخر العهد الحفصي عندما بدأت الهجرة الأندلسية تستقطب تونس، وبذلك يصبح أن الفترة التركية أو العثمانية هي في واقع استمرار لواقع داخلي، وأن ما يسمى الانتعاشة هي إنتاج حضر مديني لسكان للحضر، واستمرت بعد ذلك، وبذلك يصبح هناك استمرارية للتاريخ التونسي. وكذلك لقد انتفعت كثيرا، لأننا سوف نسقط هذه النظرية اللي هي نظرية
الرجوع إلى الداخل وإعطاء الحق للتاريخ الأهلي ربما تسقط كذلك على التاريخ الجزائري الذي يحتاج إلى مثل هذه النظرة. السؤال التساؤل هو في الواقع أن العلاقة بين النص والمؤرخ وما يستقره المؤرخ من النص نجد أن وهي معاكسة تماما للوضعانية أو الوضعية لبون رونكي وجماعة وسو أومس. فهناك بيكو المؤرخ الإيطالي بيكو اللي كتب علم جديد في 1725 والذي تجاوز أخذ النص وتجاوزه بتفسيرات عصر الأبطال وعصر الآلهة وعصر البشر وبعد ذلك أتى بالمسلمات. هل ممكن أن نقول بأن هذه الأطروحة تنتمي إلى فكر فيكو وممكن هل ممكن نطلق عليها ما بعد الوضعانية أو ما بعد الوضعية وبذلك تأخذ مكانها كمفهوم يتجاوز العلاقة الجدلية الميتة الحرفية مع النص وإلى تفسير ما في النص وربما فيكو بما كتبه يعتبر بأنه استقرأ النص حسب هذه الوسائل. وشكرا لقد انتبهت كثيرا بهذه المرحلة. شكرا جزيلا بالنسبة للأساتذة الكرام. بالنسبة للأستاذ هنية أنا فقط أخاف أن نحاول أن نتجاوز النظر إلى تاريخنا بأعين خارجية إلى السقوط في النظر إليه بأعين داخلية مضخمة. إذا كانت الأعين الغربية ربما يعني مخفضة للأدوار نسقط في الجانب الآخر. فيعني بدل التاريخ المثقل بالإيديولوجيا يعني نسقط في التاريخ المشبع المتخم بالأهلية بين قوسين. المقاربة التاريخ العالمي الآن الذي يظهر في العالم أظن أنها أكثر يعني توازنا لأنها تريد أن تطرح النظر من جوانب مختلفة. القضية الأخرى أن بدل هذه المقاربة العازلة التشريحية التي تريد أن تختار طرف من الأطراف الذي له الأدوار أنا أظن أن المقاربة التشبيكية التي ترى تفاعل تبحث عن التفاعل لا تبحث عن العزل في فهم هذه الآلية يكون الأمر. هذا الأمر وقع في دراسة مثلا الهندسة المعمارية في عهد الاستعمار. كانت هناك سجالات كثيرة تبين مثلا في الدول المغاربية أن يعني الهندسة التي خلفت في عهد الاستعمار هي فرنسية وأوروبية فرفضت. الآن المقاربات الجديدة وصلت إلى تحديد أن المخلفات المعمارية الآن الموجودة في المغرب في العهد الفرنسي في الحقيقة نتاج أدوار متعددة حتى النخبة مثلا يعني الساكنة ساهمت فيها وكان النقلة كانت في بعض الأحيان معكوسة مش من أوروبا للتأثير في الغرب في الدول المغاربية لأن مجموعة من المهندسين الفرنسيين وجدوا تجارب لم نفذوها في دول المغرب قبل أن تنفذ في باريس أو في الأخرى بمعنى أن الأمور يمكن أن تكون معكوسة. هناك ملاحظات بالنسبه للاستاذ هذه وصلت. طيب اوكي بالنسبه للاستاذ يعني بوتشيش انا اعلم يعني ما ساقوله اعلم ان كانت هناك نصوص كذلك عربيه كان يمكن ان تضاف الى نصوص علم التعميه ما كتبه ابن وحشيه في كتابه المستهام في فك الرموز والاقلام منذ القرن العاشر في محاولة فك الرموز ابن سيرين كان يمكن أن تضاف كذلك إلى هذه الأدبيات الغربية لفهم شارات الملك بالنسبة للملك خلدون كيف يتحدث في اختيار الوزراء في العهد العباسي كذلك طقوس الهدايا في العهد مثلا العثماني في المنمنمات الرسومات المنمنمات لها كذلك الألقاب وكذلك المواكب السلطانية كلها كانت يمكن أن تضيف. وأنا أعلم أن لكم معرفة ولكن حتى يكون هناك توازن في النصوص. يعقوب عبد الله باحث استفدت كثيرا من المحاضرين ولدي سؤالين. السؤال الأول للأستاذ عبد الحميد عجبني جدا فكرتكم حول التاريخ الأهلي هل هناك تجربة على مستوى تونس بإعادة كتابة التاريخ بحيث تكون هناك الرؤية الخارجية والرؤية الداخلية بحيث يحدث توازن يمكن القارئ الحديث من أن يجد صورة واقعية وصورة براغماتية عن التاريخ الحقيقي. السؤال الثاني للأستاذ إبراهيم القادري عجبني جدا الاستنطاق الذي قلتم به في الأخير للمظلة وهذا. هنا لدي سؤال هل إذا نجح
أحد المؤرخين الحديثين في استنطاق نص قديم، هل هذا الاستنطاق يمكن أن يقبل من طرف أهل التاريخ أنه معلومات تاريخية حقيقية يمكن أن يعتمد عليها من خلفه، أم أنه بإمكانه أن يأتي مؤرخ آخر ويستنطقه استنطاقا آخر وندخل في مجال جدلية الاستنطاق؟ شكرا أستاذ صلاح. شكرا أستاذ عبد الحميد، استمتعت بما ذكرت. لدي سؤالان مباشران. السؤال الأول، ما هي الاحتياطات التي يمكن تحصين المؤرخ الذي يشتغل بالأهلنة التي حتى لا يكون إنتاجه تمركزا معكوسا؟ السؤال الثاني، الأهلنة هل هي بحث في المنهج بطريقة مباشرة أم بحث في تموقع المؤرخ؟ هل هي منهج الأهلنة؟ هل هي منهج عمل أم مجرد بحث في تموقع المؤرخ؟ هل يتموقع في الداخل أم في الخارج فقط؟ السؤال الثالث أوجهه إلى الأستاذ بوتشيش، أربكتني مداخلتك بالمعنى الإيجابي. أنت كأنك تنقلنا من مجال الحقيقة إلى مجال المعنى انطلاقا من التأويل. فالمؤرخ تقليديا مؤمن على المعنى أو على بناء المعنى. بالنسبة إلى التأويل وفروع المدرسة التأويلية المعروفة، هي تشتغل على إنتاج المعنى، والتأويل يفضي بنا إلى التعدد وإلى التنوع وإلى الكثرة. فإن كانت الفعل، إن كان الفعل الكتاب، فعل الكتابة التاريخية كما في مشروعك الآن ينهض على التأويل، فمن يستأمن على الحقيقة؟ شكرا. شكرا حسن. غادي نضطر نهيو لأنه حسن وشاكر وعبد الصمد وعبد الرحمن وننتهي. وباختصار من فضلكم، يعني لأنه وصلتني ورقة، نحن متأخرون الآن بسبب عبد الحميد دائما. شكرا الأساتذة الأجلاء الأجليلين لورقتهما الجادتين وجيدتين في الحقيقة. هناك ملاحظات الحقيقة كثيرة، ولكن هناك ملاحظة واحدة استفزتني شخصيا، وهي تلك التي تتعلق التي تناولها الأستاذ بوتشيش، تتعلق بتلك الصور المشهدية للبيعة. في الحقيقة يعني الباحث بشكل عام يحلل ويفسر ويؤول بناء على دراسات كثيرة طبعا. مثلا إذا أردنا أن نحلل ظاهرة البيع يجب أن نعتمد على دراسات كثيرة قد لا تتفقان مع ما قد قلته أستاذي الجليل. مثلا الصورة الأولى المشاهدية المتعلقة بمسألة المظلة التي تستمد قوتها من السماء، فيجب أن نعرف، يجب أن نبحث، أن نتساءل ما حقيقة ذلك على الأرض في بلاد المغرب مثلا. هل هي فعلا مظلة رحمتين إلى غير ذلك، أم مظلة شيء آخر؟ المسألة الثانية مثلا، والتي تحتاج إلى نوع من التمحيص والتحليل، هي المتعلقة ب، أنت استخدمت كلمة العبد، هي في الحقيقة يجب أن تناقش. قد نقول خادما مثلا، أنت تعرف في المغرب مثلا بالنسبة لهؤلاء الذين يحملون والذين يتبعون السلطان، هم يعتبرون من أغنياء المغرب، هم أغنى منك ومني بكثير طبعا. بمعنى آخر، يمكن أن ندرس مسألة ديال العبد أو الخادم بشكل آخر أكاديمي أكثر منه. يعني لا، أنا لم أستعمل المفهوم القدحي. نعم، ما استعملتش بالمفهوم القدحي أبدا، تناقلت واقعا يجب أن تنقله بشكل آخر. الله أعلم. المسألة الثانية المتعلقة ب، المسألة الثانية في الصورة المشهدية طبعا الحال، لأنها مستفزة صراحة، تتعلق بما سميته بالانحلال. يعني هناك دراسات كثيرة على مستوى التاريخ فيها أمور كثيرة قد تكون غير الذي ذكرته أستاذي الجليل. وشكرا. شكرا شكير. لا
إذن شكرا لأساتذتي على هذه المحاضرات الرائعة صراحة، وهذا شيء تعودناه صراحة على كليهما. لدي فقط سؤالين للأستاذ عبد الحميد هنيه وسؤال للأستاذ إبراهيم قدري بوتشيش. فيما يخص الأستاذ عبد الحميد هنيه، لا شك أن هذا الصباح سمعنا ما قاله الدكتور عزم بشارة، وأريد أن أربط بين مسألتين. نحن ربما في هذا اليوم تحدثنا عن منهج الأهلنا، فإلى أي حد ترتقي الأهلنا إلى مستوى المنهج، يعني العلاقة بين المنهج والأداة، هل يمكن أن نسميها كمنهج؟ النقطة الثانية هي مباشرة، إلى أي حد تسعفنا مصادرنا المؤهلنة أو الداخلية في كتابة التاريخ بطريقة أهلنات المعرفة وبأهلنات الكتابة التاريخية بالأساس، ولا سيما الكتابة لسيما العصر الوسيط الذي يتسم بشح المصادر. هذه النقطة بما يخص أستاذي عبد الحميد هنيه. النقطة المرتبطة بأستاذي إبراهيم قدري بوتشيش، كما تعلم أستاذي وأنت قد ذكرت هذا في موضع آخر، أن هناك اتجاهات أو هناك بعض الأشخاص أو بعض الكاتبين أو الباحثين يرون بأن استخدام منهج تأويلي في الكتابة النثرية أمر مرفوض، على أساس أن التأويل هو مرتبط بالكتابة الشعرية. وإحدى الحجج المرد التي ترد على هؤلاء أن الكتاب وإن كان نثريا ينتج في سياق معين، وأن تعامل مع سؤالي مع هذه النقطة بالذات، إلى أي حد يمكننا أن يفيدنا المنهج التأويلي التأويل الرمزي في النصوص التي لا نعلم سياقها أو التي يجهل سياقها، ولا سيما بعض النوازل الفقهية التي جمعت في فترة مختلفة عن فترة وقوعها فجمعت بدون سياقها التاريخي، فإلى أي حد يمكن أن يفيدنا المنهج التأويلي في هذه المسألة؟ وشكرا جزيلا. شكرا عبد الصمد. بسرعة عبد الصمد. شكرا أستاذي الكرام على هذه العروض القيمة. في الحقيقة أنا عندي فقط هو نوع من الاستفسار حول مسألة التأويل الرمزي التي طرحها الدكتور إبراهيم قادري بوتشيش، وهو في الحقيقة ذكر مجموعة من المصطلحات والمفاهيم مثل فوضى التأويل، التمويه والتفسير وغيرها من المفاهيم والمصطلحات التي قد تفيد في التأويل. أنا هو أعطى نموذجا ما يقام في طرق البيع وغيرها، ولكن أنا أريد أن أعطي نموذجا مكتوبا. على سبيل المثال الحصر، أن البيدق على سبيل المثال لا توجد له أي ترجمة، ونعلم بأن مجموعة من الباحثين تصدوا إلى أن يعدوا نوع من الترجمة. على سبيل المثال الحصر، الدكتور ناصر الدين سعيدوني قدم ترجمة مقتضبة أو حاول ما أمكن أن يقيم يعني تجميعا لمجموعة من الروايات حول ترجمة للبيدق، وكذلك ناصر الدين وكذلك علي صدقي أزيكو قدم تأويلا على حساب اللغة، فقال بأن البيدق ربما يكون دارجا في اللغة العربية الفصحى، وبالتالي فهو ذلك الذي يقود فرس المهدي بن تومرت في كل تنقاله وترحله. يعني ألا ترى دكتور إبراهيم قادر بوتشيش أن التأويل من هذا المنطلق قد يؤدي إلى فائض في المعنى، وبالتالي قد يؤدي بالرواية إلى الانزلاق والمهاو في مجموعة من يعني الطروحات أو الاعتبارات وغيرها؟ وشكرا. شكرا عبد الصمد. عبد الرحمن. شكرا للدكتورين القديرين الدكتور عبد الحميد هنيه والاستاذ ابراهيم القدري بوتشيش. انا مداخلتي ستكون تفاعل مع الدكتور ابراهيم القدري بوتشيش بخصوص استخدام هذا المنهج التأويلي في الكتابة التاريخية. اظن ان اذا استخدمنا هذا المنهج التأويلي في الكتابة التاريخية سيصبح النص التاريخي نص متقل، خصوصا بالايديولوجيات وايضا بالاهواء الشخصيه للكاتبه والباحث. يعني ان هذا المنهج التاويلي انا في نظري ستصبح حتى الكتابه التاريخيه غير موضوعيه، ونعلم ان حتى ان التاريخ والكتابه التاريخيه هي ذاكره المجتمع، وهي التي تجعل نفكر في قضيه المستقبل، في قضيه البناء والنهوض الحضاري. يعني ان هذا المنهج التأويلي غير صالح في الكتابات إلى حد ما في الكتابات التاريخية، لا سواء التأويل الرمزي إلا غير ذلك، وحتى في قضية التأويل الرمزي ذكرت قضية البيع. الآن لاحظنا أن هناك اختلاف خصوصا مع محمد السادس، هناك اختلاف في قضية المظل، وحتى في قضية البيع بدأ الآن يخرج بسيارة عوض الحصان، والكثير من الأمور بدأت تتغير. شكرا. هذا هو تفاعل. شكرا لكم على تفاعلكم، وسأعطي في حدود ثلاث دقائق لكل واحد منكم لكي ننتهي في بعد مرور 10 دقائق على الوقت. تفضل السبراني.
تفضل بتاعنا ليس عبد الحميد واقيلا ولا انت ما كان مشكل الى بغى سي عبد الحميد لا تفضل انا الرئيس انا الرئيس الرئيس ديما مستفيد ديما الرئاسه نعم شكرا للاخوه والزملاء المتفاعلين وايضا مع الطلبه اللي هما تنعتبرهم يعني زهره المستقبل وهذا انا استفزيتكم حقيقه بهذا الموضوع في استفزاز مزيان هذا الاستفزاز مزيان بالنسبه للبحث العلمي وهذا هو ما اريده غادي نبدا بواحد الملاحظه طرحها لي اظن الطالب الاول او الثاني على قال كنت اتمنى ان يكون يعني هذا النص مكتوب اظن عبد الصمد اظن نعم انا في الحقيقه تعمدت هذا النص الذي اسميته بالنص البصري النص البصري ان ماشي المؤرخ دائما يمشي غير النص المكتوب لان عندنا حتى النص البصري وخاصة فيما يتعلق بالتاريخ الراهن كتشوف واحد هذا وحتى هذا الشيء اللي قال قام به جيلينير في صفرو الى غير ذلك مشى وشاف المسائل فاذا تعمدت هذا النص البصري وهنا ايضا طرحت قضيه التاويلات المختلفه يعني ممكن انا نجيب تاويل والاخر يجيب تاويل بطبيعه الحال هنا لا بد ان نتحدث عن ما يسمى بالانضباط المنهجي في التأويل راه التأويل ماشي معنى كل واحد يقول كلام ما معنى هذا انك تجيب يعني واحد ظاهره معينه تجيبها في اطار ثقافه ذلك المجتمع والثقافه الكونيه فعندما تحدثنا مثلا على الفرس ولا على المظله يعني لم اتي بها وانما اتيت بها عن طريق قراءات لكتب ومراجع متعدده تبين لي ما هو رمز المظله ما هو رمز الفرس لا في ثقافه المجتمع المغربي ولا ايضا في ثقافه المجتمعات الكونيه ومن هنا انطلق وهنا اذهب الى ما ذكره زميلي الاستاذ عبد الرحمن مدن قضيه يعني العلاقه ما بين المؤلف والمتلقي بطبيعه الحال هذا هو الاساس هذا هو الاساس الذي طرحته هو ان يكون هناك اشراك للقارئ في انتاج معنى ذلك النص بمعنى ان ذاك المؤرخ لا يمكن ان يبوح بكل ما يريده لابد أن هناك مسائل مثلا يتهيب منها أو مسائل يريد أن يخفيها أو مذهب يريد أن يتسطر عليه فإذا ما هي مهمة القارئ؟ هو أن يعيد قراءة ذلك النص ويستنتج دلالته الثاوية أي المختفية المندسة ومن هنا يأتي هذا التفاعل بمعنى ولا لاحظتم يعني أنا حاولت يعني هذا نص مشهد وحاولت أن أتفاعل معه بقراءة مختلفة تعتمد على مجموعة من الضوابط في الثقافة الفكرية. بالنسبة لفيكو عبد الله العروي عندما تحدث عن التأويل قال بأنه يعني أول واحد تنبه إلى التأويل هو فيكو. ولكن أنا في الحقيقة انتقدت حتى في هذا يعني قلت بأن لا أتفق مع الأستاذ العروي لأن هناك عندنا في التراث العربي الإسلامي كما أشار سي طارق تراك عندنا كثير جدا ابن خلدون يتحدث عن في مقدمته عن كثير من المظاهر فيما يتعلق بالسيميائية غير ذلك سميتو كذلك نعم واحد المجموعه الجاحظ حتى الكلام عن طريق لسان الحيوانات حتى هذاك راه واحد نوع من 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 من, من رساله اذا التراث العربي طبعا الضروري وانا وظفت ايضا جانبا منه لان حتى يطول الحديث او يطول وايضا حتى بالنسبه للملاحظه اللي اعطاها لي السيد الرئيس بالنسبه للخلافه العثمانيه وداك الشيء انا اتمن عملك ولكن انا ما بغيتش ندخل في هذا يعني لان الموضوع يعني محدد بواحد العدد من الكلمات الى غير ذلك فاردت فقط ان احصره في هذا المساله هل هناك ضمان الحق في التاويل هنا يعني تقريبا جواب مشترك يعني التأويل ليس عبارة عن فوضى أنا أقولها ليس عبارة عن فوضى ليس عبارة عن تأويلات لا متناهية وإن كان يعني إيكو يذهب إلى القول بأن ممكن أن تكون هناك كل معنى يولد معنى آخر ولكن بالنسبة للتاريخ هناك جيل خصوصية أظن على أن يجب أن يكون لدينا يعني واحد الضوابط معينة نتقيد بها من خلال يعني معرفة ثقافة ذلك المجتمع وايضا من خلال الاحتكام ايضا الى الثقافه الكونيه لكي نستخرج منها ما يسد بعض البياضات التي تعتري تاريخنا. قضيه المظله الصوتيه تحتاج الى دراسات، نعم انا متفق معك بكل اتفاق وبطبيعه الحال انا قمت بعده ابحاث عن البيعه ومنها استقيت هذه المفاهيم هذه
والعبد يعني هنا ما استعملتوش كطبقة أو كمفهوم قدحي، بل استعملوا كواحد يعني من ذاك المشهد فقط، يعني حتى لا تفهماني خطأ، يعني استعملتوا فقط كواحد من المشهد. شكرا لكم، بارك الله فيك. أشكر كل من تفاعل مع هذه مع ورقتي، وأحاول أن أجيب. هناك تقاطع بين بعض التساؤلات، هناك تقاطع بين التساؤلات. أولا مع صديق عبد الرحمن، نعم أنا أشاطر يعني منهج الأهلنا يساعدنا على دراسة واقعنا. هو درس من الخارج، الذين درسوا واقعنا من الخارج هدفهم معرفة أنفسهم أكثر من معرفتنا نحن. مبالغ ربما يعمل كاريكاتير حتى نبين كيف أن الاستشراق، فهو لم يكتب لكي يعرفنا عن الشرق، يكتب لكي يعرف الغرب بعلاقة مع الشرق. إذن احنا إذا قلبنا المعادلة وأصبحنا ننظر إلى واقعنا ومن الداخل، هذا لا يعني هنا أتدخل أن لا يعني أن نجهل ونتجاهل كل ما كتب من طرف الخارجيين عن واقعنا، بل احنا نستعمله ونوظفه، ولكن فقط نفرغه من كل ما يمنعنا من أن نفهم أنفسنا. وإذا فهمنا أنفسنا وفهمنا واقعنا، فيصبح واقعنا حقل ننطلق منه للمساهمة في المعرفة الكونية. أخذ مثال حديث عن الدولة، عندما نقول أن الدولة ليس أوروبية المنشأ وليست مسقطة، وإنما هي بناء داخلي، فإذا وصلنا وبينا، أنا بينت كيف أنه بناء داخلي، وبالتالي إذن مجتمعاتنا تساهم في بناء هذه الظاهرة الكونية، لكن بطرق معينة وبتقنيات وبأساليب مختلفة. إذن ونبين ونصل للنتيجة عند بعد كوني أن الدولة ليست ظاهرة أوروبية وإنما ظاهرة كونية. فإذا قلت ظاهرة كونية فإننا نساهم في المعرفة الكونية. هذا مثال فقط ذكرته، ولكن يمكن أن نأخذ أمثلة عديدة تبين كيف أننا نساهم بهذه الطريقة، ربما تساعدنا على أن نساهم في المعرفة الكونية. فيما يتعلق بالانتعاشة هي ترجع إلى العهد الحفصي. نعم الأندلسيين موجودين في العهد الحفصي، نعم الدولة الحفصية أيضا عرفت انتعاشة في القرن، خاصة وصلت إلى أوجها في القرن الخامس عشر، لكن نعرف أن في نهاية القرن الخامس عشر حصل ما حصل من تغير في المسالك التجارية وانتقال المركز ثقل الدورة التجارية العالمية من المتوسط إلى المحيط الأطلسي، ودخلت البلاد التونسية أو إفريقيا الحفصية دخلت أزمة. القرن السادس عشر قرن أزمة، إذن هي انتعاشة جديدة ظهرت في القرن السابع عشر والثامن عشر. فيما يتعلق ملاحظة دكتور طارق وهي تتقاطع مع ملاحظة الدكتور صالح أيضا عندما يتحدث عن تضخم أنا إذا أو يتحدث عن تمركز المعكوس، فنفس الشيء. كما كنت أذكر وأقول، فليس الهدف هو أن ننغلق على أنفسنا، بل ندرس هذا الواقع بتفاعل مع ما هو معروف. وثم قلت الأهلنا ليس خاصة بنا، الأهلنا حتى وإن كان أوروبي يدرس واقعنا فعليه أن يدرسه من الداخل، فلا يأتي بأفكار جاهزة ويسقطها على واقعنا. هو ليس أن نمنع الخارجيين من دراسة هذا الواقع. إذن فكرة التمركز المعكوس أظنها غير، أنا لا أنخرط فيها أو واعي بها، هذا الذي أريد أن أقول، أو تضخم الأنا. فيما يتعلق بالمنهج، هل هو منهج أو موقع، يلتقي مع السؤال الذي طرحه شاكر عندما ذكر بما قاله الدكتور عزم بشارة، هل الأهلنا منهج أم هي آلية وأداة؟ ربما أنا أشاطر قد أتخلى عن كلمة منهج، فهي آلية وأداة تساعدنا على التعرف. هي طريقة نصل بها إلى نتائج أفضل. هل يسمى ذلك منهج أو يسمى آلية؟ لا يهم. شكرا جزيلا على أسماء إصغائكم.